الناحية التناسلية تبع البلبل. أنت فهمتيها غلط جميلة. أنت رايح فكرك مع البلبل لبعيد، هو البلبل مش هيك قصده. أنا بدي أطعمه شيء أو ركابه. جيجي جيجي. أنا عم تلقى أنت تأنا آخر. ياخد جميلة من هون وبتاخدها معك. إذا عنوانه مبين هيك شو بدي شوفها؟ ليه حسك هيك أجريسيف مع الصبايا؟ طيب شدي على زندك أنت، مش أنا اللي بدي شد على زندك. إجرام غير، ما عادش فينا نحكي ولا كلمة. بدل ما أقول لهم بونجور بقول لهم بناجير مثلا. شو يعمل لك؟ حبسكوني. حبسكوني؟ يلا أول كلمة قلتيها حبسكوني. كان عمري 8 سنين، يعني شو عم بغري أنا؟ أنا عم بغري يعني؟ ما عنده بنات هذا الخلق، حتطلب الكبير أخ. Take Me Out ناقشي 3:30 على الـ LBCI.